الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محدثكم خالد السعيد، أناقش شتى المواضيع والقضايا، وبإمكانكم مشاركة آراءكم دائما في خانة التعليقات، وياليت ما تنسون تقيمون المقطع بالضغط على زر الإعجاب واللايك حتى يصل المقطع على أنحاء المنصة، واللي حاب يدعم القناة يقدر يشترك فيها، وحبذا تابعوني على باقي منصات التواصل الاجتماعي بتحصلونها موجودة في خانة الوصف. فإحنا ندخل نشعب العديد من المواضيع، ومن ضمنها آخر الأخبار أو ما يتعلق بساحة الألعاب الإلكترونية، واللي عادة نركز على مستويات اللاعبين والأخبار اللي يهتمون فيها. فبنجيب لكم أخبار اللاعبين العاديين أو الكاجوال جيمرز اللي عادة حدهم يعرفون فقط عن الأجهزة المنزلية أو ما يسمونها الكونسول، وبننتقل بعده للاعبين الأساسيين أو الكور جيمرز اللي مهتمين بشركات الألعاب وجديدها. ولا شك أننا بننتقل للمستوى اللي أفضل منهم، هم اللاعبين الهاوين أو الهارد كور جيمرز اللي مهتمين بأفضل أداء وخصوصا على جهاز الحاسب أو البي سي. وأيضا بنجيب لكم المستوى اللي بعده، وهم اللاعبين الاحترافيين او البرو جيمرز واللي يهتمون بالمشاركه في بطولات الالعاب. ولا شك اننا بنختم بافضل مستوى، وهم اللاعبين النخبويين اللي يهتمون بمجالات تطوير الالعاب والمحركات اللي تنتجها. وخلونا كعادتنا نبدا مع المبتدئين، وهم اللاعبين العاديين او الكاجوال جيمرز، واللي زي ما قلنا انهم يهتمون فقط بالاجهزه المنزليه. وخلونا نبدا مع اخيسها، وهي شركه نينتندو، اللي بعد ما فشلت فشل ذريع في انتاج الالعاب الجديده وما قدرت تواكب، فقامت تلجأ في الآونة الأخيرة في عرض مؤتمرات خاصة بالألعاب المستقلة، بالذات أن زادوا المطورين المستقلين اللي أصبحت شركة نينتندو تتشرط عليهم وتأخذ نسبة من أرباحهم حتى يحطون ألعابهم في المتاجر حقتهم، واللي لا شك أنها رفعت من أرباح شركة نينتندو مؤخرا. لكن إذا انتقلنا للخياس اللي بعده، فمايكروسوفت صرحت أن جهاز إكس بوكس سيريس إكس القادم لن يكون ضمن خطط بيع الأجهزة بشكل مكثف زي ما كانوا في الماضي، ولا لهم نية أنهم ينافسون شركة سوني بلاي ستيشن في مبيعات الأجهزة، واللي يدل أن شركة مايكروسوفت وخصوصا بعد ما أعلنت عن جهاز إكس بوكس المخيس اللي ما تكلفوا حتى في تحسين أدائه، واللي يوضح أن شركة مايكروسوفت متوجهة لأجهزة الحاسب وخصوصا بعد ما وقعت عقود مع العديد من الشركات. وأيضا لا ننسى أن شركة مايكروسوفت اشترت العديد من استديوهات الألعاب حتى تستحكر الألعاب وتكون حصرية على خدماتهم أو أجهزتهم. لكن إذا انتقلنا جهاز الملايين والبزارين اللي هو سوني بلاي ستيشن، فوضعها طبعا العكس، واللي يمكن لاحظ بعضكم ان شركة سوني بلاي ستيشن جالسة تنزل معلومات عن بلاي ستيشن 5 القادم بالقطارة، ولا شك ان ايضا وضعهم في حرج، واللي قاموا في الاونة الاخيرة العديد من محبي ذا الجهاز المخيس في الاشارة عن تسريبات قادمة وقد تكون ومحتمل انها شائعات، في ان شركة سوني ناوية تحط نظام تبريد المعادن السائلة واللي يسمونه ليكويد ميتال كولينج. الا اننا نضمن لكم ان شركة سوني لها سنين وبنين وهي تحاول تلقى حل لتبريد جهاز البلاي ستيشن، ومهو بس للجهاز المخيس بل حتى على باقي اجهزتهم من الجوالات والكاميرات وغيرها. وطبعا احنا ننصح الناس انهم ما يدفعون ريال لهالشركه الجشعه جعلها الفلس، واللي الله لا يهني من يشتري جهازهم فيه. لكن خلونا خلاص من ذا الخياس وننتقل للمستوى اللي بعده، هو الخاص باللاعبين الاساسيين او الكور جيمرز، واللي زي ما قلنا انهم يهتمون بشركات الالعاب واخر جديدها. وخلونا نبدا مع شركه ايبك جيمز، اللي بعد ما شافت تراجع ملحوظ في لعبة فورتنايت، فيذكر أنها لها رغبة في إضافة شخصيات من أفلام مارفل في الموسم الرابع من لعبة فورتنايت، ويذكر أنها بيكون أحدها شخصية ثور وحتى وولفرين، ولا شك يمكن بيحطون شخصية كابتن أمريكا زي ما أنتم شايفين في الصورة. لا عاد يلا شوفوا ذا المبزرة اللي بيدفعون فلوس علشان يشترون ملابس الشخصيات أو حتى الشخصيات نفسها على أنها ما فيها أي فرق أو خاصيات جديدة تميز اللاعب باللعبة. لكن إذا انتقلنا لشركة أكتيفيجن، فلا زالت تواجه العديد من الشكاوي وخصوصا من اللاعبين في لعبة Call of Duty Warzone، ولي ولله الحمد بدأوا اللاعبين الحين يلاحظون أن أداء الأسلحة في اللعبة ما هي مضبوطة، وتحتاج شركة Activision أنها تعيد تقوية بعض الأسلحة وتضعيف بعضها أو اللي يسمونها البف والنيرف، وهذه لا شك أنها نقطة ضعف Activision والعابهم الخايسة وخصوصا سلسلة العاب Call of Duty. لكن إذا انتقلنا لخياس شركة Electronic Arts أو EA، اللي صرحوا بعدم وجود لعب مشترك على كافة الأجهزة أو اللي يسمونه الكروس بلاي، واللي يكون فيه لاعبين السوني بلاي ستيشن والإكس بوكس وحتى النينتندو، وأيضا لا ننسى لاعبي الحاسب أو البي سي يقدرون يتشاركون في اللعب في طور الاتصال أو الأونلاين، واللي هونت عنه شركة إلكترونيك آرتس في لعبة فيفا 21. وما نستبعد أن السبب يرجع لشروط شركة سوني بلاي ستيشن المجحفة، واللي تسوي ذي الحركات وما تبي تعطي مجال للمطورين وحتى الشركات، بحيث أن ينقالها حركة تسويقية يجبرون اللاعبين انهم يشترون جهاز
انجازهم الخايس جعلهم الفقر. لكن لا خلاص انا من ذا الخياس وانتقلنا للمستوى اللي احسن منه وهم اللاعبين الهاوين او الهارد كور جيمرز. فتراجعت ارباح شركه انفيديا مؤخرا واللي اشارت بعض التحليلات ان كروت الشاشه القادمه بتكون ذات سعر اعلى وخصوصا كرت شاشه انفيديا RTX 3090 القادم واللي قد يوصل سعره الفوق 2000 دولار. ولا شك ان العديد من الناس ما هو بحاجه انهم يشترونه وخصوصا اذا كانت ميزانيتهم محدوده. فكروت الشاشه الحاليه تشغل كافه الالعاب الموجوده وحتى القادمه، وهذا اللي خلينا دائما ننصح الناس انهم يتوجهون ويلعبون على الحاسب اذا همهم انهم يحصلون على اداء افضل. ولصراحه اسعدتنا دراسه من مؤسسه دي اف سي انتليجنس اشارت الى ان لاعبي الحاسب او البي سي في ازدياد بشكل اكبر وخصوصا خلال السنوات الاخيره، واللي يذكر انهم وصلوا لاكثر من 3 مليار لاعب حول العالم. واشارت الدراسه الى ان يوجد ما يقارب 1.5 مليار لاعب من لاعبي البي سي او الحاسب في قاره اسيا، وما يقارب 668 مليون لاعب حاسب او بي سي في اوروبا، و383 مليون لاعب حاسب او بي سي في امريكا الجنوبيه، و261 مليون لاعب حاسب او بي سي في امريكا الشماليه. فوعي الناس الان بدا يزيد وخصوصا في التوجه باللعب بالالعاب الالكترونيه بشكل افضل، واللي دائما احنا ننصح الناس انهم يتوجهون لجهاز البي سي اذا هم بيستمرون في اللعب بالالعاب الالكترونيه، خصوصا بان اللعب على جهاز البي سي او الحاسب بيفيد اللعبه انها تستمر، وبيفيد شركه اللعبه او المطور بانه ياخذ ارباحه 100%. ولا ننسى انه بيفيد اللاعب نفسه بانه يحصل على كم هائل من الالعاب واللي بتستمر معه في المستقبل، بدل ما انه يقوم ويرمي جهازه بالالعاب والاكسسوارات واللي يحصل مع لاعبي البلاي ستيشن والاكس بوكس وحتى النينتندو. وفي بعض الناس يستصعب انه يقوم يجمع قطع للحاسب، لكن ولله الحمد هناك العديد من الشركات اللي توفر حاسب العاب او بي سي جيمنج جاهز سواء مكتبي او محمول. وايضا لا ننسى بعض الناس يقومون الان يتشكون باسعاره اللي اصبحت غاليه، واللي ما يدرون ان الان المتاجر الالكترونيه وسبق وقد تكلمنا لنا شهور وهم يعرضون تخفيضات قويه لاجهزه الحاسب او البي سي وبذات المحموله، واللي اعلنت ريزر مؤخرا بزياده التخفيضات وبشكل اقوى على حواسبها المحموله بالذات في المتاجر الالكترونيه وخاصه متجر امازون اللي وصل سعر بعض حواسبهم ل 300 دولار، وهو لا شك ولا ريب انه ارخص من اجهزه بلاي ستيشن واكس بوكس ونينتندو القادمه. واللي ننصح الناس انهم ما يشترون ذا الاجهزه المنزليه ويتوجهون لشراء اجهزه الحاسب المكتبيه او حتى المحموله. لكن خلونا ننتقل للمستوى اللي بعده وهو الخاص باللاعبين الاحترافيين اللي عاده ما يحرصون انهم يبنون فريق حتى يشاركون في البطولات ويكسبون المبالغ والجوائز الماليه. واللي بدت الكترونيك سبورتس ليج او اي اس ال بتحديات الالعاب او بطولاتها او ما تعرف بالاي سبورتس الخاصه في لعبه كاونتر سترايك سي اس جو، واللي يذكر ان قيمه الجوائز توصل ل 500,000 دولار اللي هي نص مليون، واللي بتكون البطوله بين فرق من الدول الاوروبيه والامريكيه وحتى الاسيويه، واللي لا شك انهم بيعرضون البطولات هذه على منصه تويتش للي حاب يتابعها. اما عن شركه سيسكو الخاصه بالاتصالات اعلنت انها تبي ترعى بطوله شركه رايت جيمز واللي فيها بطولات العاب ليج اوف ليجندز مع لعبه فالورنت، واللي لا شك بيكون هدف المعلنين والمكسب من وراها تطوير سرعه الاتصال خلال الالعاب، واللي بتتضمن اكثر من 200 بطوله على خوادم او سيرفرات الشركه. ايضا لا ننسى مؤسسه ببجي التابعه لاستوديو بلو هول لشركه كرافتون جيم يونيون، واللي ناويين يبدون بطوله لعبه ببجي واللي بتضمن فيها 16 فريق من قاره اوروبا وحتى امريكا وايضا دول اسيا، واللي بتكون الجائزه اللي بيوصل قيمتها لاكثر من 800,000 دولار. لكن خلونا ننتقل للمستوى الافضل وهو اللي في قمه الهرم والمعروفين باللاعبين النخبويين او الاليت جيمرز اللي عاده ما يحرصون على فهم تطوير الالعاب وتصميمها وكيفيه عملها. ففريق محرك جودوت بعد التحديثات الجديده تم تطوير جانب البرمجه في المحرك اللي دائما ننصح فيه لانه مفتوح المصدر ولاصبح سهل استخدام الشفرات والسكريبت، وايضا تم اضافه العديد من الاختصارات ودمج الخصائص، ولاصبح المحرك افضل وحتى اسرع مقارنه بالعديد من المحركات في الساحه. ايضا لا ننسى دور محرك يونيتي اللي قام يتحد مع شركه كوديك سوفت وير حتى يحسنون تطوير جانب الرسوم الخاصه بالمجسمات ثلاثيه الابعاد الواقعيه او اللي يسمونه ريل تايم 3 دي ورك فلوز، واللي يكون فيها الرسومات او الجرافيكس قريب من الواقع، واللي لا شك ان محرك يونيتي بينجح في تطوير هالجانب وخصوصا بعد ما ادخلت العديد من شركات انتاج الافلام حتى اطور افلامها على محرك يونيتي في المستقبل. لكن اطامه الكبرى مع
شركة التفاحة الملعونة أبل اللي قامت تحتكر زيادة وطالب في أخذ الأرباح من شركة إيبك جيمز بعد ما سوت حركة ذكية في نقل ألعابها على متجر خاص بحيث أنها تزيد أرباح الشركة من خلال المتاجر الخاصة، واللي لا شك أنها رفعت ضغط شركة أبل اللي تراجعت أرباحها جعلها الفلس، وقامت تهدد شركة إيبك جيمز بمنع تشغيل أي تطبيق أو لعبة على أنظمتهم سواء كانت على أجهزة حاسب أبل من الماك أو حتى باقي أجهزتهم الذكية من الآيفون وحتى الآيباد. وأيضا اللي ركزوا على أنهم يبون يمنعون برنامج أنريل إنجن التابع لشركة إيبك جيمز، واللي لا شك أنه بيكون ضغط على العديد من المطورين اللي يطورون ألعابهم على أجهزة أبل المخيسة. لكن شاركوني آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وياليت ما تنسون تقيمون المقطع بالضغط على زر الإعجاب أو اللايك حتى يوصل المقطع لأنحاء المنصة ويستفيد منه الكل. واللي حاب يدعمنا يقدر يشترك بالقناة وحبذا يتابعنا على باقي منصات التواصل الاجتماعي حتى نتمكن في رفع وعي الفرد والمجتمع على كافة المجالات.